يعطيكم العافية. اليوم ما نكفي مطرح ما وقفنا المرة الماضية، ما نرجع نذكر بس بالتريجنومتريك سيركل وبدي أعطي عليها بروبرتيز جداد. احنا قلنا التريجنومتريك سيركل هي عبارة عن سيركل بيكون الراديوس لها هو 1 يونت، بتكون هي اورينتد سيركل ودايركتد ان ذا بوزيتيف دايركشن، يعني هي دايركت سيركل، البوزيتيف دايركشن هو بهذا الفورم انتي كلوك وايز، قلنا والنيجاتيف دايركشن هو انتي كلوك وايز. هلا لازم نعرف انه نحن هون اذا عم نشتغل هيدا اوريجن، هيدا الاكسس او السنتر هون، عندنا هيدا الانجل بتكون زيرو، الانجل فوق بتكون باي على 2، الانجل هاي هي باي لانه مشينا 180 ديجريز، الانجل تحت بتصير 3 باي على 2 لانه باي وبزيد لها 90، يعني باي على 2 بتصير 3 باي على 2، والانجل بس اعمل كومبليت روتيشن بتصير 2 باي، يعني 2 باي هي 360 ديجريز يلي بتمثل لي الكومبليت روتيشن على السيركل. هلا عندنا هون حطينا اكسس، قلنا هيدا الاكسس الاكس اكسس نحن عم نقول انه هو الكوساين اكسس، الواي اكسس هو الساين اكسس، يعني انا وقتها بدي اطلع كوساين بطلعها من الاكس اكسس، وقتها بدي اطلع ساين بطلعها من الواي اكسس، يعني هلا بالنسبه لي صاروا الساين والكوساين هن عباره عن كوردينيتس لبوينت على السيركل، يعني كل بوينت على السيركل في عندها ابسسا وعندها اوردينيت، يعني عندها اكس وعندها واي حسب مفهوم الابسسا والاوردينيت. بالنسبه لنا بالتريجنومتري كل بوينت على التريجنومتريك سيركل في عندها كوساين اللي هي الابسسا وعندها ساين اللي هي الاوردينيت. هيدي البوينت مين اللي بحدد لي اياها؟ بحدد لي اياها الانجل، يعني انا اذا هون عندي انجل 30 بعمل 30 ديجريز تطلع البوينت بهيدا البوزيشن، بدي الكوساين بنزل على الاكس اكسس، بدي الساين بروح على الواي اكسس. هيدي السيركل بتشمل لي كل الانجلز اللي ممكن يقطعوا معي اكيد ضمن البرنسبل ميجر، كرمال هيك نحن حطينا برنسبل ميجر لحتى يغطي لي من فوق، بغطي لي من 0 لباي، ومن تحت بغطي لي من ماينس باي ل 0. الانجلز اذا بمشي فيهم بالنيجاتيف سنس بصيروا هن ذاتهم هون بس بالماينس، يعني 0 ماينس باي على 2 ماينس باي ماينس 3 باي على 2 وماينس 2 باي، نفس الفورم بس بكون عم بمشي بالنيجاتيف دايركشن. هلا التريجنومتريك سيركل مقسم الى اربع كوادرنتس، كوادرنت 1 كوادرنت 2 كوادرنت 3 كوادرنت 4. ومثل ما مبين عندنا على السيركل والاورثونورمال سيستم يلي انتم بتعرفوه انه على الرايت الاكس بوزيتيف، على اللفت الاكس نيجاتيف، ابورد الاكس الواي بوزيتيف، داونورد هي الواي بتكون نيجاتيف. بالنسبه لنا هون الكوساين تو ذا رايت بتكون بوزيتيف، تو ذا لفت بتكون نيجاتيف، الساين ابورد بوزيتيف، داونورد هي نيجاتيف. كرمال هيك بالفيرست كوادرنت اذا نحن بهيدا الكوادرنت هيدي كوساين وهيدي ساين اثنيناتهم بيكونوا بوزيتيف. شو يعني بالفيرست كوادرنت؟ يعني الانجل اللي عندي اياها بتكون بتوين 0 وباي على 2. اذا نحن بالسكند كوادرنت الانجل بتكون بين باي على 2 وباي، ان ذيس كيس بتكون الساين بوزيتيف لانه هي ابورد، بتكون الكوساين نيجاتيف لانه صرنا بيفور 0. على ال3 بالكوادرنت 3، هيدا الكوادرنت 3 اللي عندنا اياه هون، الانجل هي بتوين باي و3 باي على 2، الكوساين بتكون نيجاتيف لانه تو ذا ليفت، كمان الساين بتكون نيجاتيف لانه داونورد. هيدا الكوادرنت 3 نيجاتيف نيجاتيف. بالنسبه للكوادرنت 4 الالفا بتكون بين 3 باي على 2 و2 باي، بهيدا الكوادرنت بتكون الكوساين بوزيتيف والساين بتكون نيجاتيف. هلا هيدول في الواحد يحفظهم وبيقدر يطلعهم من السيركل، يعني بيتخيل التريجنومتريك سيركل براسه حسب ما ياخذ الانجل توصل الانجل لعنده بيقدر يتخيلها هي بال1 بال2 بال3 بال4 وعلى اساسه بيعرف اذا هن بوزيتيف او نيجاتيف. هلا من هذا الشغل اللي اشتغلناه هون ومن هذا التريجنومتريك سيركل بيطلع عندنا بروبرتيز. هيدول البروبرتيز اول وحده فيهم هي انه الكوساين الفا دائما بين ماينس 1 و1. اذا انا عم طلع الكوساين من البوينتس اللي هن على التريجنومتريك سيركل اقل فاليو بقدر اوصل له هو هون ماينس 1 على الاكس اكسس، هن بتوين ماينس 1 و1. نفس الشيء بالنسبه للساين بس هن على الواي اكسس، بالنسبه للساين بتكون بتوين ماينس 1 و1 بس عم نحكي وين؟ على الواي اكسس. هلا هيدول اربع بروبرتيز كثير مهمين بيقولوا لي انه ساين الفا بلس 2 كي باي هي ساين الفا، كوساين الفا بلس 2 كي باي هي كوساين الفا، تانجنت الفا بلس 2 كي باي هي تانجنت الفا، وكوتانجنت الفا بلس 2 كي باي هي
كوتينجنت الفا. ليش هيدول البروبرتيز مهمين؟ لانه هون اني انجل عندي اياه هون اكيد الكي بيلونجز تو زد، يعني فيها تكون بوزيتيف نيجاتيف 1 2 3 4 0 ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 اتسترا. هيدي 2 كي باي هي قلنا حكينا عنها نحن بالمرات اللي قبل انه هي عباره عن كومبليت روتيشن، بتقول لي كم روتيشن عملت البوينت على السيركل. بالنسبه للكوساين والساين ما بيعنيني كم روتيشن عملت، لانه انا اذا واقف بهيدا البوزيشن جيت عملت كومبليت روتيشن برجع بوصل على هيدا البوزيشن حضل الكوساين والساين عندهم نفس الفاليو. اذا انا بهيدا البوزيشن عملت كومبليت روتيشن 10 مرات برمت حوالين السيركل رجعت على هيدا البوينت هيضلهم الكوساين والساين عندهم نفس الفاليو. كرمال هيك بضل عندي الساين والكوساين والتانجنت والكوتانجنت عندهم نفس الفاليو بس زد لهم 2 كي باي. هلا بدنا نبلش بسكشن جديده بتقول لي عن بتحكي لنا عن الريليشنز بتوين the trigonometric lines of the arc alpha and those of the arc minus alpha, pi minus alpha, pi plus alpha, pi على 2 minus alpha and pi على 2 plus alpha. أكيد كل واحدة لحال بتجيب relation بين الالفا والماينس الفا trigonometric lines يعني sine, cosine, tangent and cotangent. هلا منبلش بأول واحدة relation مع الماينس الفا. خلينا نفترض أنه نحن الالفا موجودة بهذا الكوادرنت، هيدا الالفا هيدا البوينت. ماينس الفا بتصير عندها نفس الفاليو بس بالنيجاتيف سنس بتصير تحت، يعني نحن بنكون بالفيرست بنصير بالفورث، يعني الماينس الفا بتنقلنا من الفيرست كوادرنت على الفورث كوادرنت. ساين ماينس الفا بتطلع ماينس ساين الفا لانه بالفورث كوادرنت ساين هي نيجاتيف. الكوساين ماينس الفا بتضلها هي ذات الكوساين الفا لانه كمان بالفورث كوادرنت الكوساين بوزيتيف. فهيدول اللي هون اللي كتبناهم هون بالاول هن اللي بحددوا لي كل البروبرتيز اللي بدهم يطلعوا عندي هون. كمان هون بقدر احفظ وبقدر استنتج من هيدول الفورمز يلي موجودين عندي هون، يعني رح احكي عنهم كلهم بالتفصيل. قلنا ساين ماينس الفا هي ماينس ساين الفا لانه الساين هون نيجاتيف. كوساين ماينس الفا هي كوساين الفا لانه الكوساين بوزيتيف. تانجنت وكوتانجنت لا بحفظهم ولا بطلعهم من هون، بطلعهم من هيدول الاثنين. يعني دائما تانجنت ماينس الفا ماينس على بلس يعني ماينس، الكوتانجنت ماينس على بلس يعني ماينس، لانه التانجنت والكوتانجنت وحده هي ساين على كوساين وواحدة هي كوساين على ساين. فالساينز اللي انهم مرتبطين بالساين والكوساين، نيجاتيف بوزيتيف تطلع نيجاتيف، كمان نيجاتيف بوزيتيف تطلع نيجاتيف، دائما التانجنت والكوتانجنت بيلحقوا بعض، او اثنيناتهم ماينس او اثنيناتهم بلس. هلا نجي للباي ماينس الفا، شو يعني باي ماينس الفا؟ كمان اذا انا بدي افترض انه الالفا هي بالفيرست كوادرنت، يعني انا موجود بهذا البوزيشن. باي ماينس الفا يعني انا بدي امشي باي وارجع الفا. ماينس الفا لانه بتمشيني بالنيجاتيف بوزيشن. فبمشي انا من هون من الزيرو بمشي باي بدي ارجع الفا، الالفا كانت هالقد تقريبا فرضا يعني قلنا نحن حيلا الفا خلينا نعتبرها بالفيرست كوادرنت بس لحتى نوضح الصوره. اذا نحن هون انا مشيت باي من زيرو لباي بدي ارجع الفا بصير بهيدا البوزيشن. معناتها باي ماينس الفا بتنقلني من الفيرست كوادرنت على السكند كوادرنت. بالسكند كوادرنت شو عندي؟ الساين بوزيتيف والكوساين نيجاتيف، هذا الشيء بيتطبق هون بالرول. ساين بوزيتيف والكوساين نيجاتيف، ساين باي ماينس الفا بتضلها ساين الفا، كوساين باي ماينس الفا هي ماينس كوساين الفا. تانجنت وكوتانجنت مثل ما قلنا فوق من الساين والكوساين، بوزيتيف نيجاتيف يعني نيجاتيف، والتانجنت والكوتانجنت بيلحقوا بعض فبتصير نيجاتيف، ماينس كوتانجنت. بالنسبة لباي بلس الفا كمان شو معنات باي بلس الفا؟ يعني انا عم بمشي باي وعم كفي الفا كله تحت فرضيه انه نحن معتبرين انه الالفا وين؟ بالفيرست كوادرنت، يعني هي بين 0 وباي على 2. ليش عم بعتبر الالفا بالفيرست كوادرنت؟ لتوضح الصوره بس. الالفا فيها تكون بحيلها بوزيشن على السيركل بس عم بخدها بالفيرست كوادرنت لانه بكون الساين بوزيتيف والكوساين بوزيتيف اسهل هون لحتى اقدر اطلع استنتج الساينز منه. مهم نرجع لحديثنا، قلنا اذا الالفا بالفيرست كوادرنت باي بلس الفا يعني انا بدي امشي باي اعمل امشي سيمي سيركل وصلت لعند الباي بلس الفا يعني بدي كفي بدي اوصل لوين؟ على الثيرد كوادرنت. يعني انا اذا كنت بالفيرست وين بصير؟ بالثيرد. من هون كوساين نيجاتيف ساين نيجاتيف يعني كمان بدهم يتطبقوا على الريليشنز، ساين نيجاتيف كوساين هي نيجاتيف، تانجنت كوتانجنت بيلحقوا الساين والكوساين، ماينس ماينس يعني بلس، والكوتانجنت مثل التانجنت يعني هي بلس. وهيك بنكون خلصنا الترانسليشنز يلي ريليتد لساين ساين كوساين كوساين بضلهم بنفس الفورم. هلا بدي اروح على باي على 2. الباي على 2 عندها بروبرتي مميزه انه دائما بتنقلني من ساين على كوساين او من كوساين على ساين، من تانجنت على كوتانجنت ومن كوتانجنت على تانجنت، ما بضلهم نفس الشيء.
السبب هو هيدي النوت اللي هون، انه انا اذا عندي اثنين انجلز جمعهم 90 ديجريز يعني هن كومبلمنتري، يعني جمعهم باي على 2 ان راديان، بتكون ساين الفا ايكوال كوساين بيتا وكوساين الفا ايكوال ساين بيتا. يلي بده يشوفها لهي بيقدر يعمل رايت تراينجل مثل التراينجل اللي عملناه المره الماضيه بقلب رايت تراينجل اي بي سي رايت ات اي، عندنا بي وسي جمعهم 90 ديجريز، يطلع ساين بي وساين سي وكوساين بي وكوساين سي، يعمل لهم كومباريزن بالسايدز بيطلعوا ساين بي ايكوال كوساين سي وكوساين سي ايكوال ساين بي. واللي ما بده يشوفهم ياخذ من هيدا البروبرتي انه تو انجلز هن كومبلمنتري، بيكون ساين للاولى هي كوساين للثانيه وكوساين للاولى هي ساين للثانيه، يعني بتبدل لي ساين وكوساين. هلا نجي لهدول البروبرتيز، باي على 2 ماينس الفا، مثل ما قلنا باي على 2 بدها تقلب لي من ساين لكوساين ومن تانجنت لكوتانجنت والعكس من ورا هيدا الشيء. مهم باي على 2 ماينس الفا، شو يعني باي على 2 ماينس الفا؟ يعني انا عم بمشي باي على 2 عم بوصل لهون ضمن نفس الفرضيه انه الالفا بالفيرست كوادرنت، باي على 2 بتوصلني لهون، ماينس الفا يعني بدي ارجع بدي ضلني وين؟ بالفيرست كوادرنت، كنت بالفيرست ضليت بالفيرست، يعني ما بيتغير عندي شيء كساينز. ساين باي على 2 ماينس الفا هي كوساين الفا، لانه قلنا الباي على 2 الكومبلمنتري بتقلب لي من ساين لكوساين، فساين باي على 2 هي كوساين الفا، كوساين باي على 2 ماينس الفا هي ساين الفا، تانجنت هي كوتانجنت والكوتانجنت هي تانجنت. اكيد مثل ما قلنا انه ساين كوساين تانجنت كوتانجنت بيقلبوا، اللي عم نحكي عنه انه ما بيتغيروا ضلهم بالفيرست كوادرنت هن الساينز، يعني بلس 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 ما بيتغير عندي شيء. هلا بالنسبة للباي على 2 بلس الفا، البروبرتي تبعيت انه بتقلب من ساين على كوساين بتضلها موجودة، بس رح يتغير عندي هون شيء بالساين، لأنه وقت أعمل باي على 2 بلس الفا، أنا هون عم بمشي باي على 2 بلس الفا، يعني صرت بالسكند كوادرنت، عم بنتقل من الفيرست على السكند، بالسكند في عندي شيء بيتغير اللي هو الساين للكوساين. ساين مش ساين، ساين للكوساين.